مرحبا بكم الناس لكل حلقة جديدة من برنامج نهارنا هكا. اليوم 3/13/2018، نتلقى بكم إن شاء الله اليوم بالفقرات الجديدة والمتنوعة والضيوف المحلاهم، وبطبيعة الفائدة لازمها ديما اتعم على الناس الكل أو في أنه متابعينا وما كانوا في تونس وخارج تونس. كي نحكيو على الفائدة زادا كيف كيف لازمنا نحكيو على البنة، وكي نحكيو على البنة نحكيو على الروح الخفيفة وعلى أحسن شيف في تونس. أيوب شفتر مرحبا. أحسن شيف تعرفوا تعداها به. شنو عليك أيوب؟ صفا الحمد لله، شحوالك سادة المشاهدين مرحبا بكم. والله يسافا جو به الحمد لله. تحية للسادة المشاهدين الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا، يتبعوا برامج نهارنا هكا على الفضائية الزيتونة. احنا كالعادة في نفس الموعد نحاول نقدم لكم مجموعة من الوصفات، ان شاء الله يا ربي انا نتمنى انها تكون بنينة، ونتمنى خاصة انكم تجربوها في الدار. واللي يحب يتفاعل معنا ويسالنا اي تساؤل فيما يخص وصفاتنا نقدموها، ينجم يتصل بنا على الفيسبوك، صفحه الفيسبوك نتاعنا نهارنا هكا بالفرنسيه، ولا على الرقم 56 644 011. هذا رقم اللي باش تتفاعلوا به معنا في كل المواضيع اللي نطرحوها في استوديو برنامج نهارنا هكا. انا اليوم ساده مشاهدين باش نقدم كالعاده طبق من مفتحات، طبق رئيسي، وباش يكون عندنا طبق تحليه. نحاول انا نكون الطبخات نتاعي تكون قريبة للكوجينة التونسية، وفي نفس الوقت فيها توش خاصة بي أنا، ولا تكون مميزة إن شاء الله كيف ما قلت تعجبكم. الطبق المفتحات لنهار اليوم باش يكون أساسا بالبان، هذه بانيني باش نعملوا كيما لي ساندويتش كلوب، مي باش نعملوهم دريسي على سيت، باش معنا باش نقدموهم في وسط الصحن، مش ساندويتش عادي. هذا ينجم يكون طبق مفتحات للطاوله نتاع الضيفان نتاعكم، كيما تنجموا تقدموهم لوليداتكم تودوهم بهم بطريقه مختلفه في التقديم. معاهم هم باش نعملوا بنادق بالدجاج، باش نعملوا بنادق ماهوش باللحم المفروم، باش نعملوا كعبر نتاع دجاج سوتي في برشا مكونات نتاع خضره خاصه، وباش نقدموهم بطريقه مميزه في وريقه نتاع بريك، تنشوفوا كيفاش نعملوها التوليب هذيا. وبالنسبه للتحليه اليوم، التحليه مكونها الاساسي اخترت انا باش يكون البرقدان. البرقدان اليوم جانا من بني خلاد اساسا، جابوه لنا ضيوفنا مشكورين تنتعرفوا عليهم بعد شويه مع اخونا فادي حمزه. طبق التحليه باش يكون يشبه للرفيسه، باش نعملوه بطريقه مختلفه. ثم اللي يسميها رفيسه ولا يسميوها مدموجه، لكن مانيش نعملها بالخبز الرقاق اليوم، باش نعملها بشوربه لسان عصفور. باش نعمل به طبق تحليه شوربه لسان عصفور، باش نحطها تسمط في الماء، من بعد باش نزيدها العصير نتاع البرقدان والسيجمون نتاع الاورانج هذوما، ولا القلب نتاع البرقدان، ومعاهم الدقله ومعاهم الشحور نتاعهم. وكان نحبوا نعملوا لها فاكهه كيما المدموجه اللي يعملها في تونس، مشحره في الزبده اكيد. تو نشوفوا هذايا الكل ان شاء الله من هنا الحدود نهايه البرنامج، تاخذوا كل الوصفات اللي باش نودكم بها النهار اليوم. الساده المشاهدين مرحبا بكم. يعطيك الصحه ايوب، اما كل مره تفاجئني بحاجه. تو بدا قال احكي رفيسه ومدموجه وكل، قلت سي بون اعمل باش يعمل خبز رقاق كل شيء. لا قلت باش يعمل حاجه معروفه، بعد عرفتك اللي يقدرنا يقول لك بشوربه لسان عصفور. اليوم لا باش تعجن خبز ولا حد شيء، لا ملاوي ولا حد شيء، اليوم باش نعملوها بشوربه لسان عصفور وبنكهه البرقدان كما قلت كريما. ضيوفنا اللي جابوه هنا من بني خلاد، بني خلاد نعرفوها اللي هي مدينه مميزه جدا خاصة بإنتاجها للقوارص. أنا كي كنت صغير كنت نمشي مع خالي وخضار يقضي يسلع من بني خلاد، كنا ناخذ أنواع الخضرة الفرشكة موجودة في بني خلاد. تحية لأهالي بني خلاد خاصة، غادي تو العباد الكل عاد جايين قريب الدنيا تسخن أكيد أكيد كل بني خلاد وهلها ياسر طيبين وكرماء. تحية ليهم الكل أكيد. ومرحبا بهم في برنامج نهارنا هكا. مرحبا بكم في برنامج نهارنا هكا، ومرحبا بكم زادا وين ما كنتوا في برنامجنا وبرنامجكم انتوما. فقراتنا لليوم بطبيعه متنوعه. اليوم نوال السعلاوي باش تحضر بحضانا بطبيعه في اخر الحصه، باش نحكيو على موضه 2018 في الالوان، نحكيو على النساء وعلى الرجال. انا من الاول كي سمعت قلت لها هذاك خاص كان بنساء، قالت لي لا نحكيو على الناس الكل كوميم، حتى في لبستنا، حتى في التوندونس اللي نحبوا نتبعوها وكل. دونك مهم ياسر نشوف الروبريك نتاع نوال. لكن قبلها التبرع بالاعضاء في القانون التونسي، قلت التبرع في الأعضاء لكن في القانون التونسي. دونك باش نحكيو في فقرة من حقك على الموضوع هذا، لكن من نظرته إلا القانونية من الجانب القانوني، ويحضر بحضانا سي ناصر الهرابي المحامي. لكن بداية حصتنا لليوم في فقرة هكا نعيش، خلينا نبداو مع بعضنا فقرة هكا نعيش. كما قال أيوب بني خلاد اليوم بحضانا، تشرفنا بحضورها أهالي بني خلاد بحضانا. اليوم باش نحكيو مع جمعية العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن، وكيف كيف جمعية الجهوية للمحافظة على القرآن الكريم، بخصوص يوم تكريمي بقصر بلدية ابن خلاد. شنو فيه اليوم هذا، وقتاش وكيفاش، وشنو باش يصير فيه بالضبط؟ خلينا نحكيو مع ضيوفنا اللي شرفونا ابن خلاد، سي عز الدين زواش رئيس جمعية العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن. مرحبا بك سي عز الدين. أحسن، بارك الله فيك. شنو الأحوال؟
أحسن. الحمد لله. دونك كيف كيف سي رضا الأحمر الكاتب العام للجمعية الجهوية للمحافظة على القرآن الكريم. بني خالد مرحبا بك سي رضا. وبك أيضا تصحيح للجمعية الجهوية للقرآن الكريم بنابل. بنابل تشبك فيه. واضح أنا نصلحه. حط اليوم في إطار ولو تسمح. هو يوم لإبراز دور العلم والعلماء في نهضة الشعوب بصفة عامة. صح. وهذا باش ناخذوه احنا من جانب واحد اليوم من زاوية واحدة من العلم الشرعي. أنا هنا اليوم باش نقدم الساعة الجمعيات المشرفة على أعداد هذا اليوم. أنا بوصفي كما قلت كاتب عام للجمعية الجهوية للقرآن الكريم، وفي نفس الوقت نمثل الجمعية المحلية للقرآن الكريم بابني خلاد. بابني خلاد، لأن الشيخ أيمن التومي اللي هو رئيس الجمعية هذه موش موجود نظرا لظروف عمل من جميع معنا، لكن الجمعية هذه لعلم الجميع هي من أقدم الجمعيات القرآنية في الجمهورية التونسية، وهي بعثت سنة 1960. تو هي اسمها كما نقولوا الجمعية الجهوية للمحافظة على القرآن الكريم، هكا ولا؟ الجمعية الجهوية الكل اللي تشمل، لأن عندنا 49 فرع في ولاية نابل. في ولاية نابل بركة 49 فرع، فما حتى خارج ولاية نابل نصور أكيد فما. وهذا من فضل ربي إن شاء الله. الحمد لله. شنو أهم الأنشطة اللي تقوم بها في الجمعية هي ترعى الشأن القرآني. كل جمعية محلية لها أن تقدم دروس في الشأن القرآني، تحفيظ القرآن من خلال ملات قرآنية بضوابط القرآن والقواعد وشرح القرآن. ونحن في الجمعية الجهوية بنابل عندنا في المركز بتاعنا نقوم بدورات تدريبية للمؤدبين، فهمتني؟ دورات تدريبية والتكوينية ورسكلة في نفس الوقت، وندرس كذلك العلوم الشرعية في مقر الجمعية، ولنا مكتبة قيمة. المكتبة هذه جعلناها على عكس ما قامت به دولتنا هذه السنة، لأنه في نهاية الأسبوع لما يكونوا الطلبة أبنائنا مشي تلهاو بالشأن الثقافي، نلقاو في نهاية الأسبوع المكتبات العمومية مغلقة ودور الثقافة مغلقة في نهاية الأسبوع. نحن بالعكس مكتبتنا مفتوحة في نهاية الأسبوع للباحثين والدارسين. ممتاز جدا. نرجع لو انشأت لليوم هذا قبل ما نجيو لليوم هذا، خاطر نحبوا نحكيو فيه باكثر تفاصيل. كيف كيما تكرمت سيادتك وعرفت لنا الجمعيه وما شاء الله، انا باهي كي نعرفوا ان في تونس ثم جمعيات تنشط بالطريقه هذه. زاد كيف جمعيه العلوم الشرعيه وتحفيظ القران مع سي عزين زواش، كيف ماذا بينا نتعرفوا عليها الجمعيه هذه؟ زواش مرحبا بك. تعرفوا عليها؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. جمعية العلوم الشرعية وحفظ القرآن وتحفيظ القرآن هي جمعية من الجمعيات اللي تكونت في الثورة. هذه الجمعية تأسست على أساس أنه نسترجع معلم أثري وجود ابن خلاد اللي هو مقر زاوية سيدي بن عيسى. سيدي بن عيسى كان زاوية فيما مضى لتحفيظ القرآن، ولكن وقع الاستحواذ عليه في فترة من الفترات واستعماله في أغراض أخرى. المهم كي جات الثورة تحررنا والحمد لله، واسترجعنا المعلم هذا وبعثنا جمعية تسمى جمعية دار القرآن أو العلوم الشرعية وحفظ القرآن، وبعثنا روضة الأطفال. ولكن فكرنا في أن الروضة هذه لابد أن تكون حسب كرة الشروط وحسب برنامج وزارة المرأة. هو مش فكرته، وهذاك ايش لازم يصير؟ وهذاك هو اللي لازم يصير. هذاك اللي لازم يصير. وثم بعثنا كذلك نادي آخر ليحتضن الأطفال اللي يخرجوا من المدرسة الابتدائية ما عندهمش مكان، خاصة في ظل الظروف الحديثة الجديدة اليوم اللي تعيشها المرأة. تخرج المرأة تخدم ويخرج الزوج الأب يخدم على روحه، ويخليوا الوليدات مسكنات يتسكعوا، أحيانا يقعدوا يتسكعوا في الطريق قدام المدرسة. عاد احنا بما ان المقر نتاعنا بجانب مدرستين ابتدائيتين، عملنا المقر هذايا وراعينا ظروف الناس الزواوله واحتضناهم في محل الحمد لله بفضل اهل البر والاحسان. فضلنا باش بنيناه من القواعد تاعو من الاساس تاعو، ما شاء الله بنيناه والحمد لله. والروضه نتاعنا، وكان تحب نعطيك شويه بسطه بسيطه، الروضه ولا حتى النادي معناها منذ 1900 و 2012 بدات تاريخ انطلاق النشاط.
تاع الروضه. وبالنسبه للنادي 2014 والروضه تعنى بالاطفال في سن المبكره من 3 إلى 5 سنوات. وعندنا برامج مفصله يعني انا هذاش حبيت نعرف انا تو انا برامج نحكيو على البرامج خاطر كاين صدقا مع كاين اسمه جمعيه العلوم الشرعيه وتحفيظ القران نقول لك انا هذه روضه قرانيه روضه نحكيو فيها كان قران كان علوم شرعيه لا صحيح عندنا قران هكا والا عندكم انشطه اخرين مثلا طبق رئيسي شوف شوف السنوات من الثالثه للرابعه الانشطه اليوميه بالنسبة للأطفال من 3 سنوات إلى 4 سنوات. الأنشطة الحركية وتنمية الذاكرة والخيال والتصور 70% من الأنشطة. ممتاز. القصص فن الاستماع وفن التعبير 10%. أنشطة دينية وأخلاقية تحفيظ القرآن 10% فقط 3-4 سنوات. أنشطة تعبيرية وأنشطة إيقاظية وأنشطة خطية 10%. هذه 3-4 سنوات لكن 5 سنوات يعني سمحني باش كمل لك تفضل لكن 5 سنوات يوقع شيء من التغيير يعني حسب دكتور وحسب احنا عملنا لجنه وبكلنا مربين الهيئه كلها مربين كلها اساتذه ومعلمين يعني تصير زاد وانا وجميع الاعضاء الانشطه الحركيه وتنميه الذاكره والخيال والتصور في كيبداوا اعمارهم 5 سنوات 52% يوليو بعد 70% تنقص لكن نزيدوا في اشياء اخرى نزيدوا في القصص وفن الاستماع وفن التعبير 16% تولي وكذلك الانشطه الدينيه والاخلاقيه وتحفيظ القران تولي 16% كيف كيف والانشطه التعبيريه والانشطه الايقاظيه والانشطه الخطيه 16% دونك انتم تواكبوا بالعمر وتطوروا معه نواكبوا كما قلت ثم اننا نحتضنوا ندوات تكوينيه تكوينيه ويشرف عليها الساده المتفقدين وعندنا إطار والحمد لله إطار كفؤ ويحضر في التربصات وفي التكوينات ممتاز سواء في الروضة أو في النادي ممتاز جدا والحمد بالتوفيق لله. إن شاء الله للجمعية وللنادي وللروضة وكل نجي تو سيفا وسي عز الدين اليوم العلم والعلماء الاسم هذا كي نسمه يوم العلم والعلماء دونك نحسوا حاجه فما حاجه مقدسه فما حاجه رمزيه فما حاجه كبيره نتصور زاده تهم الناس كل خاطر كي باش نشوف انا جمعيات دينيه تاسس معناتها تحتفل بيوم العلم والعلماء ممكن تحكيوا على الجانب الديني ولا تحكيوا كان فقط على جانب علمي ولا اجمعتوا ما بيناتهم نجمع بين العلم والدين نحن ديننا بكله علم واول ايه واول ايه وأول كلمة نزلت في القرآن اقرأ طلب العلم أساسي في ديننا فهمتني صح وبالنسبة للعالم يحظى بتكريم خاص من المولى عز وجل صح ويحظى بتكريم خاص من الرسول صلى الله عليه وسلم ويحظى بتكريم خاص من كل المخلوقات الملائكة تضع جناح أجنحتها رضا لطالب العلم الحيتان في قعر البحر لما يروشي يدعون ويسبحون لطالب العلم وهو في طريقه لطلب العلم فنحن العلم بصفة عامة كما قلت لك في البداية العلم بصفة عامة لكن في اليوم هذا في اليوم هذا بالذات لأن عندنا حدث خاص حبينا من خلاله نبرز شخصية من ابن خلاد فتوجهنا للجانب الشرعي في اليوم هذا ثم كما قلت لك هي مجموعة هي حلقة كانت تحب حلقة علمية مش تكون فيها 3 مداخلات مداخلة أولى كما قلت لك قدمها الدكتور الأستاذ الدكتور علي العلوي بعنوان قيمة العلم والعلماء المداخلة الثانية يقدمها الأستاذ العربي بوشمال بعنوان العالم بين الحق والواجب حقه في تبليغ العلم للناس وواجبه تجاه العلم اللي يملكه تجاه العلم اللي يملكه وتجاه الناس لأنه احنا في وقتنا هذا العالم ما نعطيهوش قيمته اللي لازم ياخذها فأصبح منا من حتى كلمة العالم تختلف شوية يعني العالم هاي أصبحنا نتهكم على العالم وفما أدبيات في التعامل مع العالم العالم وهو ميت في أشياء لا تجوز في حقي صح فهمتني بينما بالنسبة للمداخلة الثالثة هي مش تكون حوصلة لليوم كامل من أستاذ دكتور مختص في فن الاتصال والتواصل باش يكلم الناس كيفاش نتواصل مع بعضنا في المنهجية العلمية وتجاه العلم والعلماء لأن في تونس العلماء كما قلت لك عندهم باع كبير في المحافظة خاصة على
هوية هذا الشعب، على دين هذا الشعب، وأهم حاجة على وحدة هذا الشعب، ووقفوا في وجه كل العراقيل والتيارات اللي اعترضتهم في هذا السبيل، ولا زالوا إلى يومنا هذا إن شاء الله. ممتاز. أنت هنا سيري ذا قلت حاجة أثرت انتباهي، الاتصال والتواصل بين العلماء وبين شكون بالضبط، وبين عامة الشعب. مهم ياسر، المبادرة هذه حلوة برشة، وكيفاش تحضيركم لمفهوم التواصل؟ يعني كيفاش نجموا تفسروها التواصل هذا؟ اسكو يعني تعملوا دورات تكوينية للدعاة للمشايخ للعلماء، ولا دورة تكوينية لعامة الناس باش يكون تواصل يعني فعال ما بيناتهم، ولا كيفاش؟ تفضل سي عزيز. نحب تعقيب على زميلي واخوي. تفضل كلمة ليك. نحب نرجع للعلم. احنا في حضارتنا احنا وقتاش عرفنا العرب العلم؟ وهو سؤال. احنا عرفنا العلم مع القرآن ومع الإسلام. ثم ان العرب عندهم العلم الشرعي كل العلوم. لا سي كل العلوم ثم بعض العلوم ثم بعض العلوم العرب خاصه سابقه للقران، بعض العلوم اللي حث عليها القران واثرها اكثر وجعلها في نصابها، لكن العلوم الانسانيه قديمه قدم الحضاره البابليه وقدم وجود الانسان في حد ذاته، لانه هو من روح الناس سبحانه وتعالى، ودوره انه يعمل في الارض ويعمل حتى الانسان البدائي كانت عنده علوم في التفاعل مع الطبيعه وفي الوسط العشي. اكيد اكيد هبه الله للانسان هي العقل، هكا ولا لا؟ وكانت العلوم منذ القدم، ولكن العلوم التجريبية اللي أثرت في علوم العصر الحاضر هي العلوم التجريبية الإسلامية العربية. فما كانش فهم ما كانش فهم عندنا أي تناقض بين دين وعلم. واضح. هناك علوم شرعية صحيح، علوم العبادات، علوم المعاملات، ثم هناك علوم دنيوية، علوم الحياة، أي واللي كلها تصب فرد تجاه يعني، وكلها في خدمة الإنسان، كلها في خدمة الإنسان، في إسعاد الإنسان، في إسعاد المجتمع، في إيجاد مجتمع فيه سعادة وأمن. اليوم افتقدنا حتى في الغرب. هي المشكله هنا وين سي عز الدين؟ معناتها اسكو افتقدنا علاش؟ على خاطر بعدنا على الدين، باش مانيش عايشين مرتاحين. بعدنا على الدين وعلى الفهم الصحيح للدين. تو مثلا كي نشوفوا برشا بلدان غربيه ما عندهمش الاسلام، لكنهم نلقاوهم مسلمين بدون اسلام تبارك الله عليهم، ومرتاحين وعايشين وناجحين وعندهم العلم وبالعكس في علماء. صحيح. فهنا فما حاجه تطرح في البال. حق برشا رقي. وبرشا رفاه الغربيين أكيد، لكن عندهم كثير من المشاكل النفسية وكثير من المظاهر أو الظواهر الناتجة عن طبيعة الحياة المادية بشكل ذاك. مثلا سويسرا أكثر بلدان سعادة في العالم، برشا مشاكل. نحن العرب في أقل درجات سعادة في العالم. أكيد أنهم حقوا كثير من الأهداف المادية، وخاصة في جانب العلم والتكنولوجيا والطب وغير ذلك من المسائل، ولكن هناك نقص، هناك نقص يلزم يكمل. هو المهم في الامر دور جمعيتكم مشكورين، هي رد الاعتبار لمعنى العلم، وجود العلم في مخيله المجتمع، في مخيله الصغير في حد ذاته، في تربيته، في تكوينه. دونك ترجع الامور النصابها. احنا شفنا برشا من التمييع، وشفنا برشا من ابعاد خاصه الناشئه هذه على مفهوم العلم في حد ذاته كرساله انسانيه، وانتم خذيتوها من المنظور الديني، كون الدين حث على العلم، وهو من مقوماته الأساسية هو العلم، هو التماهي مع الذات الإلهية في حد ذاتها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان له صبي فليتصاب له. وسيدنا علي يقول: ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. يعني احنا استحضار العلم في هالفلسفة الدينية، خاصة من منظور الإسلامي وتنشئة الناشئ عليه، بما أنكم حطيتوا كما رياض الأطفال، كما معناها مش معاش المد بالطريقة التقليدية، هيك القصبة والدواية، ولا تبدلت الحكاية بطريقة علمية أكثر، وكبتوا العصر وغيره. دونك تحيه لكم وعلى مجهوداتكم الكل. انا باش نرجع لكم الكلمه، سامحوني. دونك باش نمشوا لفيت في الكوجينه ونرجعوا ان شاء الله. دونك ساده المشاهدين واخواننا، كيف كيف الضيوف بحذانا، باش ندير لكم هالوصفه هذه. خونا فادي ما ياكلش مريجم. مريجم اليوم. دونك كيف ما قلنا، اليوم الطبق الرئيسي باش يكون مميز شويه، هو كيما الشكشوكه لكن بطريقه مختلفه.
مختلفة والبنادق ماهيش بنادق اللحم باش نعملوه ببنادق الدجاج. خذيت الدجاج نتاعي انا رحيته معاه شوية ثوم شوية معدنوس وحطيت له شوية على هروس المدشش هذايا الشايح، والا نجم نحطوا شوية هروس من عند الزقلي فاوح بالثوم وكل شيء اللي يحب طعم الثوم برونسي وظاهره في الطعم في الماكله نتاعو. دونك حطيت شويه زيت زيتونه يسخن باش نحط معاه هالكعابر هذوما نتاع الدجاج. دونك هكا يلزمهم يتقلاو شويه باش يشدوا روحهم ما يتفرطوش في وسط الصوص نتاعي. دونك كي يبيض لونهم من برا نعرف اللي هما تقلاو وشدوا روحهم. مع هذانا احنا باش نحطوا مجموعه كيف ما قلت من الخضر. باش نبدا اول حاجه بالبصل لانه اكسح شويه وياخذ اكثر وقت في الطياب، يلزم هو يذبل الاول ومن بعد نخلط عليه الخضره نتاعي. انا اخترت قرع خضر، اخترت طماطم، اخترت فلفل، واخترت شويه طماطم هيك صفرة صغيره معاهم فلفل برعبيد من عند الزقلي باش يعطيني توزويزه في الصوص نتاعي، وزدت معاهم سنينات ثوم بما انه كعابر بالدجاج. دونك باش نحط البصل كيف ما قلنا يتقلى هو والدجاج يسيبوا طعمه مع بعضهم، ومن بعد نحط بقيه المكونات باش نفوحها كيف ما نحب انا. هنا التفاح نخليه لكم اختيار، يا اما تفوحها زعره يا اما تفوحها حمراء، تحط شويه طماطم زقلي معاها وشويه فلفل زينه، والا زعره كيف ما قلنا شويه ملح فلفل اكحل اللي يحب يزيد شويه كركم شويه تابل وكرويه، وتجي ياسر ممتازه تشكشيكه هذيا ان شاء الله يا ربي تعجبكم كيف ما قلت. دونك المهم هنا كونه الدجاج كيف ما نشوفوا ياخذ وقته في التقليه. باش نبدلوا على غاز اقوى شويه. هذه الشربه قاعدين نحضروا فيها للدسير نتاعنا. شربه خذيت لسان عصفور حطيتها تطيب كيما المكرونه باش نعمل مكرونه للصلصه. دونك من بعد باش نصفيها ونبردها بالماء تشد روحها، من بعد نشوف كيفاش الدسير نحضروه. دونك نكمل هنا. شوفوا الدجاج نتاعنا كيفاش بدا ياخذ في الكولوراسيون اللي حاجتي بها، بدا لونه يبيض والبصل بدا يذبال. من بعد نزيد عليهم المكونات الاخرى من الخضر ونفوحها بشويه تابل وكرويه، باش نفوحها شويه فلفل زينه، انا باش نفوحها بفلفل مدشش هذايا الهروس، ونحط معاها شويه ملح فلفل اكحل، وباش نحط معاهم الثوم اكيد هو التفاح المكون الرئيسي في هالوصفه هذه. ان شاء الله يا ربي كما قلت تعجبكم. تو شوفوا من بعد كيفاش نعمل انا. باش ناخذ ورقه ملصوقه، نحب تقرميشه في الصوص نتاعي، باش ناخذ ورقه ملصوقه ونلفها رولاها ونقصها كيما الرشته مع نسبه الصغار ونقليها، والا نحطها في الفور نعمل لها شويه زبده ونحطها في الفور تجي تتقرمش، نحطها فوق البنادق نتاعينا اللي قاعدين نحضروا فيه. دونك اخونا فادي نرجعوا معاكم مع الضيوف الكرام نكملوا نحكوا في موضوع الحصه اليوم، هو موضوع التربيه على الاخلاق الدينيه والتربيه على مفهوم العلم في الدين الاسلامي خاصه. اكيد يعطيك الصحه ايوب شفتر، شكرا لك. نستنى في المدموجه بشربه لسان عصفور حاجه اكيد متوقعها بنينة على الاخر. ضيوفنا الاعزاء مرحبا بكم مره اخرى. فما مبادره بلتو قبل المبادره هذه خلينا نذكروا بالموعد نتاع التظاهره هذه ان شاء الله باش يكون وقتاش وين. كما قلنا نذكروا التظاهره هذه باش تكون ان شاء الله يوم السبت 17 مارس بدايه من الساعه الرابعه معنا، يعني نربطوا نصليوا العصر ان شاء الله وبعدين ننتقلوا لقصر البلديه بني خلاد. كما قلت لكم احنا هي الدور نتاعنا هو تربوي بالخصوص لابراز مكانه العالم والعلم صح. في المجتمع التونسي، ونحبوا احنا كما قلت لك رانا عندنا دروس وعندنا خطب جمعيه منبريه كما كنت تحكي كذا كذا، لكن اليوم نحبوا نمسوا اكبر شريحه من المجتمع نتاعنا في بني خلاد باش نبينوا علمائنا القدامى اللي نحن بدينا كيف درسنا ما اعطيناش عليهم فكره اضافيه، وعلمائنا برشا ما نعرفوهمش، نحب نعرفوهم بالعلماء بتاعنا اللي ما يعرفوهمش، ونعرفوهم بعلمائنا اللي متواجدين تو واللي عندهم صيت عالمي ويمشي ويحاضروا على مستوى العالم. ما شاء الله. هذا مش كما قلت يوم السبت 17 مارس بدايه من الساعه الرابعه عصرا ان شاء الله بني خلاد. نزيدوا نذكروا هو من تاسيس الجمعية المحلية للقرآن الكريم بابني خلاد شيخها ورئيسها الشيخ أيمن التومي، ومن تأثيث بالشراكة مع جمعية العلوم الشرعية وحفظ أو تحفيظ القرآن اللي أساسي عز الدين زوج. ممتاز جدا. انتم زاد مشيتوا بمبدأ في اليوم هذايا، من علمني حرفا سرت له صمت له ودا.
صح ولا من علمني حرفا صمت له ودا بالتوفيق لكم. زاد كيف كيف النادي او روضه البراعم زاد كيف كيف تنظم محاضره نهار لحد 18 مارس. المحاضره هذه عجبتني صدقا، وانا ممكن باش نهرب بشويه على الموضوع وندعو الناس، صدقا ندعو الناس انهم الموجودين نجموا يحضروا مخاطر الالعاب الالكترونيه. اليوم في اخبارنا واليوم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سمعنا انه فما طفله تقرا سنه تاسعه ثانوي انتحرت من جراء لعبه الحوت الازرق. الى متى الى متى باش نقعدوا هكا يعني غافلين غافلين ندخلوا على صغارنا؟ راه على فكره صغارنا مش تو نعطيهم ليزايباد ونعطيهم لي تابليت، فما عمر معين ياخذوا فيه، وفما لازم رقابه مهمه ياسر، فما دي سيستيم بارونتال سيكوريتي بارونتال تصبها في تليفون ولدك باش ترد بالك عليه باش من بعد ما تقعدش تتحسر. كيف كيف كي تلقى محاضرات كيف هكا محاضره مخاطر الالعاب الالكترونيه احضر توكل على ربي، حتى كان بمقابله ما عادش نحب نشوف التفاصيل مع سي عزين، حتى كان بمقابل ميساج استثمر في حمايه شخصك وفلدة الكبدة نتاعك ان شاء الله ربي يحفظهم. سي عزين، مخاطر الالعاب الالكترونيه هذه ان شاء الله بتكون هارت لحد 18 مارس، احكي لنا تفاصيلها. بالنسبه للمحاضره هذه ان شاء الله تندرج هي في نطاق نشر الوعي، نشر الوعي وخاصه التفاعل مع الاولياء، اولياء الاطفال، اطفال ما دون سن الدراسه واطفال المدارس الابتدائيه خاصه عندنا في النادي، ثم حتى أطفال المدارس الابتدائية اللي بحذانا ومش منتميه. نحبوا نتفاعلوا مع الأطر، كل الأطر التربوية في المنطقة ونحبوا نقوموا بدورنا في التحسيس بهذه الظواهر الخطيرة. ولذلك فاستدعينا وعلى عاتقنا إن شاء الله، حتى المصاريف كلها على عاتق الروضة والجمعية، والاولياء ما عليهم الا الحضور، الا الحضور استدعاوهم، واللي حاب يتبرع من حاجه للجمعيه مرحبا به، هذاك التبرع هذاك يتواصل معكم بطبيعه في صفحه الجمعيه ولا يجيب حذاكم المقر الجمعيه. انا نشكركم برشا على حضوركم، بالتوفيق ان شاء الله للجمعيات واليوم العلم. باش نخلي لكم كلمه الختام سي رضا الاحمر، كلمه الختام ليك. بارك الله فيكم على الاستضافه هذه، شكرا، سعدنا بالحضور معكم. احنا بالنسبه لنا كما قلت لك الدور مش نركزوا مليح على دور العالم في المنطقة بتاعه، لأنه كما تعرفوا العالم هو البلسم هو الدواء، وقديما كانوا يوصفوه بالملح اللي يداوي، فقال الشاعر قديم يا علماء الأمة يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد. فنحن نحب العلماء متاعنا يبقوا ديما ملح وديما بلسم وديما حاضرين معنا وما يسكتوش على الخطأ اللي نشوفوا فيه في شوارعنا، واحنا حرصنا وكل حرصنا ان نعود باطفالنا وابنائنا الى القيم. ممتاز. اللي حثنا عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم. ممتاز جدا. شكرا لك سي رضا الاحمر. سي عز الدين زاوش. والله انا اولا نشكركم ان شاء الله شكر جزيل جدا. الله يبارك فيكم وفي قناتكم. وان شاء الله يبارك في مسعاكم. امين واجمعين. احنا نقول شو نقول؟ انا نقول اللي احنا في حاجه الكل جميعا الى بعضنا بعض، اكيد كل الاطراف في البلاد هذه في المجتمع هذا في تونس هذه الحبيبه حبيبه للناس الكل، صح، وفي القرى اللي نعيشوا فيها وهي قرى امنه والحمد لله لا محاله، ولكن بدينا نلاحظوا بعض المظاهر السلبيه اللي ولات موجوده في المجتمعات نتاعنا متاثره بنمط الحياه او ربما بمظاهر انحرافية معينة لابد أن تصدوا لها. احنا نحبوا شنو؟ نحبوا العلماء في أي ميدان والأهل الاختصاص والخبراء وكلهم يتجندوا في سبيل أن نتصالح مع بعضنا في عملية إنقاذ أكيد. إنقاذ لهذه الناشئة الأجيال هذه اللي احنا خايفين عليها خايفين عليها لا يتأثروا وربما ينحرف بهم السبيل، ونحب ماذا بينا نحيو برشا أفكار مغلوطة إن شاء الله. أفكار مغلوطة اللي هي بين ما هو ديني وما هو مجتمعي مدني. الدين جاء رحمة للناس، خدمة
الناس لإسعاد الناس. وهذه هي الغاية إن شاء الله اللي نحبوا نحققها إن شاء الله. إن شاء الله. وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. شكرا لكم. مرحبا بكم شيخ الأستاذ والمربي الفاضل سي عز الدين عزاوش رئيس جمعية العلوم الشرعية وتحفيظ القرآن ببني خلاد. كيف كيف الشيخ الأستاذ والمربي الفاضل سي رضا الأحمر كاتب عام جمعية الجهوية للقرآن الكريم بولاية نابل ضيوفنا لليوم. مرحبا بكم. أنا باش نمشي تو بحدا شاف أيوب. أيوب خويا على فكرة حتى أيوب زاد راهو من المسؤولين والناس اللي برسمي اللي لازم اللي قاعد يقوم بمهمة كبيرة ياسر على فكرة. حتى الأجانب كي باش يعلم المرأة اللي قاعدة تتفرج في الدار يعلمها كيفاش تنجم تطيب حاجة صحية لولدها وتحب وكيفاش ينجم ياكل حاجة الفيت وكل شيء. دونك انت راك واهم حاجة واهم حاجة اهم حاجة انها تنقص من تخرنين الراجل على الماكلة ماستر مسوسة. هي نتصور الماكلة تجي ماستر وقت اللي تبدا هي ما تعينيهاش تضمن استمرار عملية السلام داخل داخل البيت. ما تقولش تطيب وهي في حالة عبادة. اكيد كيف لأن النية سابقة في التطيب اذا كانت هي تعبد ربها في الطبخ. اكيد ساعات النية هكا كبر مش ناوي طيب تلقاها متغشش تنفض كيما جا ولا فصلك الشهقه اللي يشهقوا على المخيش. شنو الحكايه نتاعك؟ ما نعرفش النية زاد. يلا اش عملنا اليوم؟ دونك انا قاعد نحضر كيف ما نشوفوا ورقه خذيت ورقتين ملصوقه لفيتهم كيما السيجار ومن بعد نقص فيهم كيما الرشته. شو هي الرشته؟ كيما السيجار باين النية تبارك الله. لا لا لاباس لاباس. دونك هكا الملصوقه نتاعنا ولات كيما الرشته. تو باش نعديها للزيت التقلال باش تيبس تشد روحها وتعطينا تقرميشه مع البنادق نتاعنا اللي هما حضروا. وشوفوا المنظر نتاعهم محلاه وريحتهم طالعه. ما توريهم شيء سيد مخرج من بعد وريهم كل شيء في الاسيت. دونك هذه البنادق نتاعنا وين وصلنا فيها. تو باش نبدا نحضر هالليميني ساندويتش في الاسيت باش نشوفوا كيفاش نطيبوهم. هذه باش نقعروا كل شيء نعملهم شويه زبده ومن بعد نعديهم للكوشه يشدوا روحهم شويه يلزمهم يتحمروا وفي قلبهم نعملوا مجموعه من السلطه مكونات مختلفه. نجم نحطوا فيها تون، نجم نحطوا فيها دجاج مشوي، نجم نحطوا فيها جامبون، اللحم بايت في مرقه ولا حاجه هكا نعملوا في لوشي معناها نفتفتوه هكا ونحطوه في وسطهم. هما بيدهم نجموا نستعملوهم كيما لو فون دو تارت ونحطوا في وسطهم خليط كيما الطاجين ويطيبوا في الكوشه. يعني ديما فما ديما تستنبط لازمك تستنبط. خويا نخرجوا فاصل نكملوا نطيبوا هذوما ونرجعوا ان شاء الله. نحن نرجعوا لكم زيد شويه. تابعونا وخلي لي كومنتير نتاعكم بليتو على الباج فيسبوك. نهارنا هكا فاصل قصير ومن بعد نرجعوا. عدنا رجعنا لكم. مرحبا بكم الناس الكل مباشرة على قناة زيتون الفضائية. بالطبيعة مازلنا مواصلين مع بعضنا حتى الستة نتاع العشية. كيما سبق وقلنا لكم التوندونس نتاع لي كولور 2018 أو ربيع 2018. بالطبيعة إذا كان يهمكم جمالكم يحبكم معناتها تحبوا حتى لا كونفيونس اون سوا تزيد في حسن اختياركم لحوايجكم للألوان اللي تلبسوهم في الحوايج نتاعكم في لي زاكسسوار الكل. فاليوم بحذانا نوال السعلاوي اليوم بالطبيعة باش تودكم موضة 2018 في لي كولور. مرحبا بك نوال. عسلامة فيدي. صح لاباس؟ الحمد لله عايشك. الحمد لله منورة يا نوال. يا عايشك. عايشك. عسلامة شيف أيوبي عايشك. عسلامة الناس اللي تفرجوا فينا الكل. أنا عملت أن بتي تور في لي ماغازان في سور انترنيت وشفت لي كولور توندونس. حبيت نود بهم السادة المشاهدين كما قلت أنت. نعاونهم باش يختاروا لي كولور نتاع الحوايج نتاعهم. نعرفوا لي هكا في الربيع نميلوا أكثر للموضة ننشرحوا أكثر شتا نتاع ركشاي ونوليو نحبوا نخرجوا نحبوا نتفرهدوا. دونك باش نبداو برونشي حبيت نقول اللي لي توندونس السنة ماهمش صعاب بالكل. ما فماش بوكو دو كولور. فما كات كولور اللي هما لي كولور شاد. فما الاحمر الفاقع الغوش سان. فما البلو روا. فما الفير فير روبي اللي يقولوا اللي كيما نعرفوا نحن مديول عنا الروتانا فير الاخضر هذيك الفاقع. وفما الاصفر جون دوف. جون دوف الاصفر اللي هو اصفر الفاقع الفاقع بيان سور. ما ننسيوش الغو البلون والنوار اللي هما زاد حاضرين بالكدايه السنه. اما معناتها داخل عليهم دي موتيف روتوش روتوش معناتها الغيور تري على مود السنه خاصه لي غيور الخشين. وفما المنكت زاد اللي نعرفوا نحن بون المنكت. كيف في ساعاتك نكت ولا نجوم صغار؟ نكت الاكثريه نكت. معناتها تنجم تقول لي زاني 70 رجعت بالالوان نتاعها. الحاجه الباهيه في لي كولور هذوما اللي اون بو لي ميلونجي مع بعضهم ونجموا نلبسوا ديجا لي غيور معناتها خارجين خاصه في لي فيست وفي لي بونتالون.
وقت اللي تلبس ان بونتالون فيه دي غيور تنجم تلبس معاه الفيرت تنجم تلبس معاه الجون الروج والبلو معناتها لي كولور توندونس هما بيدهم يمشيو مع لي غيور ومع لي بوان اي ديجا حتى تصور قاعدين يتعداو تو فوالا لي فيست هذوما اي سون تري اون توندونس خاصه في الربيع تو تيب دو فيست 3 كار الفيست طويله الفيست القصيره معناتها تلبس افيك ان جين معناتها ان لوك سبور شيك وتتلبس زيدا كيف كيف مع بانتالون دونك تنو براتيك للخدمه تنو براتيك للفاكولتي بور لي سيمينار بور لي سوتونونس تنو براتيك للي جون اللي يخدموا نلقاو شويه لي جون اللي يخدموا عندهم مشكله نتاع لبس البوزي فوالا خاطر ديما بوزي بالنسبه لنا نحنا سي بور اون فام اجي معناها اكيد انا الوحيد ما لقيتش عنده مشكله شيف ايوب ديما في البلون تبارك الله انا خويا ديما نتاقلم البلون سنيه توندونس على الاخر معناتها اللي برونشي والنوار هذا مزوز ما نعتبرهمش الوان هما قيم هما قيم ضوئيه وديما يبقاو ثابتين لا لك حل وسيب عليكم خذوا كلامي سيب عليكم نور سعد ديجا الحاجه البيه في الالوان هذوما دونك يمشيوا ويتمشيوا مع الوان البشره الكل مع المراه القمحيه مع المراه البيضه مع المراه السمراء وخاصه معناتها السمراء القمحيه المعروفه عنا نحن والسمراء سمراء دونك ما فماش اشكال في الالوان هذوما جوست نحب نعطي اسيوس بالنسبه للغيور مصفرة شوية فرجو تولي لاباس ازرق وزربية تولي دونك بالنسبة للي غيور راهو الفو با ميلونجي مش خاطر توندونس معناتها نجمو نلبسوهم اتو مومون والا نجمو نلبسوهم مع اي مورفولوجي نتاع بدن كيما نعرفوا ري يعرض اذا كان كلكو سوا من الفوق ولا في لي بونتالون دونك بالنسبة للي غوند شوية اللي يجيب العرض اللي يجيب الطول يضعف اللي خارج السنة ما هوش الريجويد الريجويد هو اللي يطول هذا خارج نتاع لكيلوك وجماعة الحدسوك نتاع شارلي تشابلن نتاع الكلون هذيك اللي خارج السنة الري الخشين دونك هذيك يعرض اللي تعرف روحها عندها المورفولوجي نتاع بدن عريضة شوية كلكو سوا في لي بونتالون وإلا في لي فيست دونك ماذا بيها تتفاداها والا اذا كنت تحب تلبسها معناتها تلبسها دو بريفيرونس في لي فيست ما تلبسهاش في لي بونتالون وتحاول تستعمل معها كولور شود باش تغطي شويه على معناتها على لي كولور جوست لمحه بسيطه للوين هذوما زاد نفسهم هما بيدهم توندونس للرجال السنه في ربيع 2018 دونك للاولاد فرصه باش يخرجوا شويه على لي كولور بلو سيال والجري والنوار والبلو ماري يلبسوا الاصفر يلبسوا الاحمر يلبسوا يلبسوا الاخضر نمشي نلوج على رخصه من تو خويا نتاع التاكسي ونشوف لي بلاكه نومر ممتاز صورني انا دخلت لمثي بالاصفر لا ما يبقاش لوني هي ريت المشكله وين انا كي تلبس الاصفر دي كولير اوزي معناها واحد باش يلزم شويه جرأه باش يلبس صحيح صور انا لابس بالاصفر صباط احمر كلاس خضراء خويا قال شيني قال موضه بالنسبه لي جمعتها سامحني قصيت عليك راهو الستيليست يتفرج علي متخلف الشيف هذي هي اذواق تحية للستيليست الكل هما ما يعرفوكش انت كيفاش تلبس انت بركال عليك حتى في لبس انا خويا اكحل ابيض تقولش تلبس عام 70 هما الحاجه البيه في الالوان هذوما اللي معناها بالحق معناتها بسيشيكمون كي تلبسهم تحس روحك متفرهد معناتها خاطر الوان فايقه الوان حيه معناتها نقولوا لها نحن بالنسبه للبوان الاخر بارابور للصغار فما الصغار زاد كيف كيف ينجموا يلبسوا تلمير تلفي تلمير تلفي هذيك الفينومين فينومين حكينا عليه مره ديجا في موضوع تلمير تلفي دونك فوالا نعطي لمحه بسيطه للصبابط دونك بالنسبه للنسي توا بيريود هذيا بيريود نتاع لي باليرين والبيريود نتاع لي اسكاربان لي اسكاربان خارجين برشا برشا الصبابط اللي بداو بوانتو نتاع اللي كانت تلبسهم فاتن حمامه و لي زاني 60 و 70 الحاجه اللي بوتيتر برشا ما يعرفوهاش اللي لي فيرني مش الكولور معناتها مات كولور فيرني صبابط في الروج في النوار توت لي كولور خاصه الروج والنوار ان فيرني معناتها كي تشوف انا جيتي شوكي معناتها نعمل وقتها في دوره جيتي شوكي لقيت صباط احمر فيرني نعرفوه نحن نتاع سواغي ولا معناتها مش نتاع نهار مي هو راهو توندونس على الاخر ديما نقولوا لي توندونس يقعدوا ديما حسب الجراه مي ما يسالوش نحاولوا نبدلوا اللوك نتاعنا باش نبداو صفحه جديده مع رواحنا باش
ما نقعدوش ديما في الروتين خاطر الروتين يخنقنا شويه. لازم تجديد. خايف واحد يبقص كله في النهار ولا تصوري في بنك هو يبقص ولا لابسه واحده بالكونتين والعدس في وسط بنك ولا في وسط مش عارف. لا ما عيوني. لا في مثلا فما علاش قلت القبيله لي توندونس نتاع فما عندنا مشكله بالنسبه للي جون معناتها ابارتيغ دو 25 حتى كش 35 40 عام فما مشكله نتاع البوزي. نحن نعرفوا لي فيست وسروال سي بور معناتها اون فام اجي اسني معناتها نجموا نلبسوا تايور تلقاه في النيود في الغوز غوز كلير في الجون زاد كيف كيف الجون البارد شويه ما نجموش نخرجوا انصامبل كامل في الجون والا معناتها ديما الشميز ولا تايور التيشيرت معناتها يكون كولور فاتح شويه. دونك هذه توندونس ربيع 2018 في الالوان الكل ونتصور انا معناتها ماهيش كوميم حتى كان فما لون الاصفر بلوز موا حسيناه بيزاره ما نورمالمون فما سانكرونيزاسيون لازم سانكرونيزاسيون انا علاش حكيت على الريي وحكيت على النوار والبلون خاطر كي دخل النوار مع البلون مع لي كولور هذوما يعطي معناتها منظر مزيان وكي دخل النوار مع لي كولور هذوما يعطي منظر مزيان حتى الميلونج دي كولور هما بيدهم انتر مع بعضهم انتريل دونك الفير والجون مع بعضهم حلوين الروج والنوار مع بعضهم حلوين دونك سي دون ان لوك هكا سبيسيال شيك ورباعي ومزيان هذاك وان شاء الله ديما مزيانين ويعطيك الصحه نوال على معناتها اللمحه هذه والنظره هذه يعني لحسن اختيار حوايجنا خاطر كمام هذيك معناتها الكومبورتمون تاعنا الاولاني اول تصوير باش تبان علينا عند الناس فنحاولوا ديما نعطيو ليماج لو ماكسيموم محلاها بينا وبين الواحد. سامحني لي كولور راهم ما ينجموش ياثروا على التونو بقدر ما تاثر الفورم نتاع التايور ولا البنطلون والا حاجه ما تمشيش مع المورفولوجي نتاع البدن معناتها ماذا بيا واحد يلبس حاجه تويتيه تويتيه مش في كولور هكا هاو تويتيه في الفورم نتاع الماتيير نتاع التيسيو نتاع الكوب نتاع الكل معناتها كل شيء لازم كلها سانكونيزي بطبيعه يعطيك الصحه نوال شكرا لك ايوب نجيك تو ولا نرجع لك خويا مرحبا بك انا بديت نحضر في المكونات نتاع السلايطه نتاعنا اللي باش تكون الفارس الاساسي في وسط الخبز هذايا نتاع البانيني خبز هذايا شطر طياب نحو انا نقعرو نحيلو القلب نتاعو الوسطي نحطو نردو كيما الكويسات الصغار نحي منه البابه هكا نخلي فيه قاعده بركه دونك هكا الكل لكن الباب نحاول نقص منها الماكسيموم خلي بركه القاعده مسكره لوطه باش كيف ما قلنا نتحصلوا على كيس هذايا نجم نضغط عليه يولي شاد روحه لوطه هكا شوفوا نعمل لها شويه زيت فيه شويه ثوم فيه سنات ثوم مرنخين في وسطه انا ديما في داري فادي تلقى دبوزه تاع زيت نتاع زيت زيتونه في وسطها قرون فلفل شايحين ورقات ترند عود كليل شايح ونحط فيها سنات ثوم نقسمهم على اثنين نحيلهم هكا الجارم الوسطي اللي هو هذايا تشوفوه البوس هذا الجنين هذايا نجي نقسمها على اثنين ونحيه هكا على الغاز على الغاز وتوكسيك ماهوش باهي هذاك نحي دونك الجنين الوسطي هذايا نخليها هكا ونحطها في زيت الزيتونه ديما تلقى عندي دبوزه زيت زيتونه فيها قريب فلفل شايح كما قلت لك عود كليل عود رند سنات ثوم هذايا نفوح بها السلطه نتاعي نفوح بها الخبز اللي نعمله جريي في الكوشه ويمشي مع السلايط والا يمشي مع لي سوب نتاعي دونك هكا كل مره نعطيكم ماستيس المشاهدين تتبعوا فينا انا الفارس باش يكون منوع اخترت مكونات نتاع السلطه خذيت خس خذيت بصل خذيت طماطم طماطم زوز الوان خذيت شويه دجاج وعندي شويه سفناريه هنا مخلله ومالحه ومام طون تعطيني هيك الجوده سيديتي مع المكونات اللي عندي الكل تجيب لينا برشا نحط فوق منهم كان عيني شويه فرماج والا موتزاريلا ونعاود نرجعهم للكوشه والا نخليهم نيين كيف ما هما يجيو ياسر بنان نجم نعمل فيهم توزويزه نحط لهم قرين فلفل من عند اسقول لي فلفل برعبيد زاده حوجه ممتازه والتوس يحب الحار خاصه نجم نعمل في وسطهم في قاعهم زاده شويه هريسه كان تحبوا دونك هنا الاستعمالات والاختيارات نتاع لي فارس نخليها مفتوحه لكم انا فقط نعطيكم طريقه تقديم مختلفه شويه ونعطيكم بعض لي زاستيوس كيف ما قلت باش تنجحوا الوصفات نتاع سواء الاطباق المفتحات ولا الديسير والا الاطباق الرئيسيه ان شاء الله بعد الفاصل بحول الله نشوفوا كيفاش باش نقدموهم هالكويسات هذوما اللي بالخبز نتاع البانيني وفيهم مكونات حيه كيما الخضره وغيره ان شاء الله. شكرا لك ايوب شفتر يعطيك الصحه خليو لي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا نهارنا هكا بالفرنسيه والا قناه الزيتونه تكتبوها بالعربيه نستناو لي كومونتير نتاعكم مما كنتو فصل قصير ومن بعد نرجعو. كم
مشاهدينا مرحبا بكل من التحق بينا تو تتابعوا فينا اكيد على قناه زيتونه الفضائيه. نهارنا هكا متواصله معكم حتى لسته نتاع العشية. موضوعنا لليوم في فقره من حقك فقره الاستشارات القانونيه، اليوم اخترنا باش نحكيوا على التبرع بالاعضاء لكن من النظرة القانونية، دونك التبرع في بالأعضاء بليتو في القانون التونسي، هذا موضوعنا لليوم. وضيفنا لليوم هو الأستاذ المحامي سي ناصر الهرابي، مرحبا بك. مرحبا، عايش سي ناصر. التبرع بالأعضاء، الموضوع هذا ديما في كر وفر، ديما ناس تأيد ناس تعارض، فما ناس تحلل ناس تحرم. نحن مش موضوعنا الحلال والحرام اليوم، عنده بتبيع ناس ومالية اختصاص وبتبيع فمش كم جيب، لكن اليوم نحبوا نحكيه فيه من النظرة القانونية، من الجانب القانوني. بداية كان نحكيه على التبرع، أكيد فما شروط معينة لكن الإنسان مش يكون متبرع بالأعضاء بتاعه، لكن لازم فما تكون شروط. شنو كيفاش شنو الشروط اللي نصها القانون باش الانسان ينجم يكتب بطاقه التعريف نتاعو متبرع؟ شكرا. هو الموضوع التبرع بالاعضاء اللي نحن باش نتناولوه كما ذكرت من زاويه قانونيه بحته من القانون الوضعي. التبرع بالاعضاء هو جاء به القانون عدد 22 لسنه 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 اللي يتعلق بالاخذ الاعضاء ومعنى اخذ الاعضاء البشريه وزرعها. القانون هذا الحق معنى سبقه قانون هو الامر عليه من 1951 اللي كان معناها يتحدث على اخذ الاعضاء من الجثث، بينما القانون اللي جاء به جديد في 1991 هو الاخذ الاعضاء معناها من الجثث وكذلك من الاحياء. اللي يهمنا اكثر ربما يكون من الاحياء نظرا وانه لها صله يعني بصحه الانسان، وانه الانسان حرمته الجسديه معناها مضمونة بالدستور وبالقانون أنها تبقى ديما مضمونة، لكن ثم استثناءات في الناحية هذه. القانون جاء في الفصل 2 وضبط شروط، يعني مش أي شخص يمشي ينجم يكون متبرع، ضبط الشروط اللي هي معناها تكون عنده اللي يكون راشد ما يكونش قاصر، يلزم يكون بالغ 18 سنة فما فوق، يكون كذلك عنده معناها الأهلية القانونية اللي تأهله باش عنده أهلية الإلزام والالتزام، معناها قادر عارف بالضبط فاش باقي يعمل، وعنده كذلك أن يكون الشرط الآخر أنه يكون زاد بالطبيعة وزاد يكون عنده متمتع بجميع مداركه العقلية، لأنه لا يمكن أنه معناها نعتقد أنه الشخص عنده قصور ذهني وأنه ينجم معناها يأخذ منه الأعضاء هذية. ثم انه يكون معناها المشيخ ذو هذايا يكون يعبر عليه صراحه، معناها هو يكون هذايا انه الشخص يقول انا راني باش نتبرع، والتبرع هذايا معناه عن اراده حره ناتجه عليه وعن حسن اختيار نتاعو هو، ما يكونش عن طريق الضغط او عن طريق التغرير به من اجل انه يتبرع لفايد شخص معين. ممتاز. اكيد في عمليه التبرع فيها اجراءات قانونيه بخلاف العمليه اللي يتم يعني طبيه او جراحيه وكل، فما اجراءات قانونيه. شنو هو الاجراءات المتبعه في عمليه التبرع لهنا؟ والله التبرع هو معناه بالنسبة للأحياء أنه الشخص يمشي للسيد الرئيس المحكمة الابتدائية الموجود هو بدائرتها أو من ينوبه ويصرح معناه صراحة أنه راني باش نتبرع لفائدة شخص معين اللي هو في حاجة إلى ذلك العضو، ولا في انه كيتوجه للمركز وعلى اساس وانه هو مش خارج بطاقه التعريف الوطنيه يقول انا نحب التنصيص لي في بطاقه التعريف بصفه متبرع، وهذا جاء بها قانون 1999 وجاء ونقح معناها اضاف فصل وحيد للقانون 1993 متعلق ببطاقه التعريف الوطنيه انه يتم التنصيص فيها على اساس وانه راهو متبرع، ومعناه مرات تلقي اشخاص عنده بطاقه التعريف الوطنيه ومكتوب فيها صفه متبرع، وقت اللي يتوفى ساعتها ينجموا ياخذوا منه العضو اللي هم حاجتهم به لفائده شخص اخر من اجل انقاذ حياه شخص اخر. هنا نسمع حتى برشا ناس ممكن تجي في قالب طرفة وكل يقول لك باش نبيع كلوة من الكلاوي نتاعي باش نفض مشاكلي المادية، فما منها حكاية كيف هناك نجم إنسان يوصل يبيع، وعذرا على السؤال الغريب. لا هو مداوي الحق، وهذا هو اللي اختر على خاطر القانون اللي جا به، هو جا معناها ديما المشرع لغاية نبيلة معناها
جاء الغايه نبيله، وانه معناها لغايه العلاج يعني الشرط هذا اللي جابوا انه ما يكونش لغايه التجاره في الاعضاء، وهذه للاسف في برشا دول نائيه اللي هي يوصلوا معناها باش يتبرعوا معناها يتاجروا في الاعضاء، لكن القانون التونسي هذا الموضوع معناها تبقى شروط وتبقى اجراءات معينه اللي هي تحمي الشخص وتحمي حرمه الشخص، وذاك علاش نحكوا على اساس وانه الشخص هذاك ما يكون كان معناها لغايه العلاج، اذا كان ما هيش لغايه علاج ما يتسماش تبرع. تولي هنا مخالف للقانون اي يكون مخالف للقانون وتكون ثم عقوبات، خاطر يرتب القانون عقوبات من عام لخمس سنوات ومن 1000 دينار ل 2000 دينار كل من يخالف الفصلين 2 و3 من القانون هذا. هنا بالله سامحني باش نفهمك سي ناصر في حاجه، تو نحكيو على تجاره اعضاء من عام لخمس سنوات من 1000 ل 2000 دينار هكا عقوبه؟ اي هو كل من يخالف الشروط هذيك نجم حتى الشرط معين اللي هو مش في تجاره الاعضاء أي. مش بالضروره معناها انه يكون، ومن بعد ثم شروط اللي هي تم احالتها للمجله الجزائيه هذيك، لكن هذايا نحكوا في الاطار النص القانوني هذايا على اساس انه كل من يخالف تلك الشروط انه يتعاقب الجزاء هذايا، وهو تبقى معناها تو ديما الغايه نتاع المشرع هي الغايه النبيله هذه، لكن الانحرافات نجم تقع، وهذاك علاش نحن حتى في الجثه وقت الشخص اللي توفى يلزم يكون هو معناها عمل ممانعه قبل او قال انا راه وقت نتوفى ما تاخذوش مني حتى عضو، ولا عائلته اللي هما معناها الاقرباء أكثر أنه يكونوا معناها الابن ولا الابنت ولا الزوج والزوجة والأب والأم هما أي هما اللي مع إيه يقولوا معناها الجثة ولا الضحية متاعنا ما تاخذوا منها حتى عضو. باش نرجع لك سي ناصر الموضوع هذا وأيوب أنا باش نعمل لك طلة، لكن عذرا على النقلة خاطر كنا نحكيوا على هذا وباش نحكيوا على علاه خويا أنا متبرع لكم كعيبتين برقدا خويا شيخ روح احنا في إطار التبرع مش من أعضائك التبرع بالأعضاء حلال يحبوا رب أي سيدي سادة المشاهدين الكل، دونك احنا تبرع بالاعضاء هذه حاجه رساله، هذه معناها مش رساله هي تصرف نبيل في حد ذاته، والانسان يعطي امل الحياه لغيره من البشر. الشرائع السماويه معناها شرعت العمليه هذه باجتهاد اكيد اجتهاد النص الشرعي بالضبط، فما شكون يقول اي فما شكون لاجل المحافظه على الذات البشريه ثم برشا يعطي كلوته ما نحكيش على يعطس يخسر كلوته، تبرعوا له بكل واحد ركبوها له عطس خسرها ما في بالك به، لا نحكي على اللي تشد كلوته تشد الصحيح، دونك ان شاء الله فمش كون عطاو كلوه دوزيام ان شاء الله لاباس عليكم الناس كلها. اي سيدي نرجعوا للكوجينه، دونك انا بديت نحضر في المدموجه اليوم كما قلت مدموجه ماهيش بخبز الملاوي ماهيش بخبز الرقاق نعملوه نفتتوه ونحطوا عليه الدقله والشحور والزبده وغيره، انا اليوم باش نعملها بالشوربه، خذيت شوربه لسان عصفور سمطها من بعد باش نشوفوا كيفاش نكملها وتولي مدموجه. خذيت هنا كعيبتين بروكدان نعصرهم ناخذ الجو نتاعهم، كان نحب نقوي اكثر طعمه البروكدان ناخذ القشور البرانيات الزاست هذاك نعصره ونعمل به هو الشحور في عوض نعمل الشحور نتاع المدموجه بالماء والسكر باش نعمله بالعصير البروكدان والسكر. عصير البروكدان اليوم كيف ما قلت بروكدان جابوه لنا جماعه بني خلاد مشكورين الكل وتحيه لاهالي بني خلاد. توا احنا برسك بدينا في اخر موسم البروكدان، دونك نشوفوا هنا العصير هذا باش نحط فيه سكر مقدار معناها كاس عصير بروكدان عليه زوز كيسان سكر، كاس ونص وزوز كيسان سكر، دونك باش نخليه يتشحر على الغاز يختار شويه ويذوب هكا السكر في وسطه، ما نستحقش اني نزيد له قارص باش ما يسكرش على خاطر ديجا البروكدان فيه نسبه من الحمضيات ما تخليش السكر يرجع للليتا نتاعو العاديه، دونك هذايا الشحور بدا يمشي على روحه، انا الدقله فصيتها وقصيتها نحيت لك النوايه نتاعها قصيناها بهالطريقه اكيد نمسحوها من الغبره بالكدا الدقله وخليت شويه قصيتهم بالطول هكا بعد باش نزينوا بهم نجموا هنا نعملوا معاها فاكهه، باش ناخذ توا بواله نحط فيها شويه زبده ونحط فيها الكمية نتاع الشربة نتاعي تتسوتا ومن بعد نمرقها بهكا الشحور نتاع البروكدان كيف ما قلنا، ناخذ البوالة هذه نحطها على نار متوسطة مش نار قوية برشا، نحط فيها طريف زبدة ونحط فيها هالشربة لسان عصفور كيف ما قلنا تتسوتا هنا. الشربة ما حطيتلهاش ملح كي طيب تاع ما نحطوش ملح. هكا هاي خلي ياكلوا الشعب بزايد ها. قولوا سي شيخو سي قولوا الشيف خايب ها. دونك عندنا الشوربه نتاعنا هذيا كيف ما قلنا باش نسوتيوها في الزبده ومن بعد نزيدوا عليها الدقله ونزيدوا عليها كان نحبوا فاكهه كان نحبوا نزيدوا عليها زبيب اكحل يجي بنين برشا،
وانا باش نزيد عليها في الاخر شحور البروكدان، نجم زاد نزيد بروج نتاع بروكدان مقشرين مزيانين. تو نشوفوا كيفاش باش تكون الوصفه النهائيه بالنسبه للديسير نتاع نهار اليوم بطريقه مميزه شويه كيف ما قلنا. سي فادي الكلمه ليك. هذيك صح أيوب، مالا نرجعوا مع ضيفنا سي ناصر العربي المحامي ونحكيوا على التبرع بالاعضاء في القانون التونسي. كنت ختمت قبل ما نرجع للشيف بطبيعة، كنت قلت حاجة بخصوص العائلة بخصوص الأمور معناتها القرابة وكل. اسكو يشترط يعني القانون هذا يشترط أنه فما تكون فما علاقة قرابة أو زواج ما بين المتبرع واللي باش يستنفع من الأعضاء ولا لا؟ على الخلاف القانون التونسي، عفوا القانون الفرنسي، القانون التونسي لم يضع هذا الشرط، يعني التبرع يكون لأي شخص كان، ماهوش خاص بالعائلة أو بالأزواج أو غير ذلك، دونك يكون لأي شخص. المفيد أنه الشخص هذاك يعبر صراحة على نيته في التبرع ويكتب صراحة وأنه الشخص هذا متبرع، ولكن مش أي تبرع، يعني نحن نعرفوا ثم أعضاء أساسية لحياة الإنسان. لا يمكن يعني ما يجيش شخص يقول أنا نتبرع بالقلب نتاعي، أي ونحن نسمع برشا يقولوا نعطيه نعطيك قلبي وشوية أي، ولكن هذه معناها الأشياء اللي هي كله حديث يبقى حديث في الزريق. الأشياء الأعضاء الأساسية لحياة الإنسان يعني هذه يمنحها القانون حتى بإرادة الشخص، يعني القانون يمنعه أنه يتبرع بها، لكن ثم الأعضاء اللي هي تنجم معناها تحيي شخص آخر، ولكن يبقى الشخص معناها اللي يتبرع ذاك يلزمه الإحاطة معناها الطبية على أساس وأنه يفهموه بالضبط ها وراك أنت علاش قادر، وينجم الشخص هذا يروح حتى إذا كان معناها مشى للمحكمة الابتدائية ومشى عطى تصريحه على أساس أنه يتبرع، ووقت اللي هو داخل العملية ينجم يتراجع. ينجم يتراجع. أي وبدون أي شكلية، معناها الشخص هذا ينجم بعد عرف الفداحة ولا ربما هو خاف وأنه معناها راه مش يفقد عضو من بدنه وبطل ماهوش معناها باش يواصل فك التبرع ذاك، هذية من حقه. حتى الاخر نقولوا اللي عطاه كلب تعطى ربطه جهه. لا بالنسبه هذه هي اللي عطاه كلب تعطى ربطه بالمعنى الصحيح. هذه عطاه كلب توجب له. ايوه وبالحق، وعلى خاطر هذه ديما نحن نحكوا على حرمه الجسد، اي انسان عنده حرمه الجسد نتاعو بالرغم انه هو صرح، لكن يبقى في الاخير حتى الاخر لحظه ينجم يتراجع على القرار هذا اذا كان هو حس وانه خاف ولا سبحان الله ثم شكون زاد النصح ولا انه العضو هذاك ينجم ياثر في حياته ومن بعد، خاطر نحن ما نجموش ننقذوا شخص باش شخص اخر يموت. وهذا هو هدف المشرع، دونك يبقى القانون هذايا ديما ومعناه ما هيش المستشفيات الكل راهي باش هي تاخذ الاعضاء هذه، ثم مستشفيات معينه اللي هي مرخص لها وزير الصحه العموميه بعينها. يعني المساحات الخاصة ما تنجمش تاخذ الأعضاء وتزرعها ما عدا بعض المساحات الخاصة بخصوص القرنيات، القرنيات نتاع العيون راهو ينجم وزير الصحة العمومية يأذن لها، بخلاف ذلك لا يمكن. ونحن صارت معناها عمليات خصوص الكبد ولا الكلى ولا القلب اللي هي كانت ناجحه تونس فيها، ولكن القلب تبيع الشخص متوفي معناها مش يتوفى اي، ونعرفوا نحن زاد معناها مش اي شخص هو مازال قريب يموت يقولوا راهو هنا حتى القانون حددها يعني لهنا اي هو حددها النقطة هذه سميتوها لحظة الموت. نحن باش نرجعوا للحظة الموت، لكن هنا اسمح لي باش نرجع نقطة صغيرة ممكن في الشروط. اسكو يشترط القانون التونسي في عملية التبرع المرافقة النفسية بخلاف المرافقة الصحية، المرافقة النفسية ما قبل وما بعد العملية للي باش يتبرع ولا اللي باش يستقبل؟ صحيح هذا شرط يعني مش اي صحيح موجود في النص القانوني على أساس الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية بالشخص هذاك، معناها قبل وبعد يلزم يهيئوه مقبل كيفاش، خاطر بعد ما هو حب انه هو يتبرع، لكن زاد في خلالك العمليه هذيك نجم تكون عنده تاثيرات نفسيه عليه، يلزم الاحاطه الطبيه والنفسيه على اساس انه تم انتزاعك العضو هذاك اللي هو ربما يستحقه شخص اخر. وهذاك علاش نقولوا نحن راهو يبقى ديما القانون هذا بالنبل فيه، لكن النبل خاصه زاد في الحرمه الجسديه نتاع اي انسان، ما نجموش نلزموا اي انسان باش ينع عضو من الاعضاء خاصه اللي اي عضو بخلاف زاد الاعضاء الاساسيه اللي هي حياه تعلق بحياتك. سي ناصر، انت كنت قد ذكرت على لحظه الموت هذه اللي كيما نقولوا اللي نجم الانسان يتبرع فيها بطبيعه في بالاعضاء حتى الاساسيه في لحظه، كيفاش القانون يحدد لحظه الموت هذه؟ بناء شروط، بناء شنو هي الرؤيه القانونيه لتحديد لحظه الموت بالضبط؟
هو شوف هو حتى المشارع عمل حساب لهذي الكل يعني مش وما همش الأشخاص اللي مشي نحو العضو من الأعضاء كالشخص هذاك هم اللي مشي بيشروا الموت يلزم تجي لجنة طبية أخرى لجنة طبية أخرى محايدة تباشر الشخص هذاك وتشوفه هل أنه هو توفى ولا مازال معناها فيه الروح مازال ما ماتش خاطر ينجموا الأشخاص هذوكم ربما المشرع يخاف وأنهم هم مش ياخذوا كل عضو هذاك من أجل إنقاذ حياة شخص آخر ينجموا يقصوا على حياة شخص مازال يتنفس مازال فيه الحياة دونك يلزم تجي لجنة أخرى لكن القانون يعرفوا أنه الموت هذايا هو التوقف النهائي لوظائف المخ توقف النهائي لوظائف المخ في القانون التونسي يعتبر أن الشخص ذير وأصبح جثة هامدة ولا يمكن في كل الحالات إنقاذه بأي طريقة دونك ساعتها يعتبروا أنه هو توفى ساعتها يولوا هما ينتزعوا منه العضو اللي خاص بك باش يتم انتزاعه وهو رو أي شخص فينا معناها إذا كان في قائم حياته معناها مرفضش وما قالش أنا راني كنت توفى ما تنتزعوش مني عضو وإذا كان عائلته زاد ساعتها ما معناها ما عبرتش على رفضها المفترض فينا متبرعي يعني الناس كلها متبرعة إلا إذا كان في قائم حياتنا نرفض ولا عائلاتنا مرة أخرى ترفض لكن القانون ينجم ياخذ في أي من أي شخص في السبيطار هو موجود وما مانع حد ينجم ياخذك العضو ولكن وبعد يتم رتق الجثة هذيك ويتم دفنها والأعضاء تتسجل زادة بتبيع فما في بالي كما يقولوا فما كما شهادة ميلاد وشهادة وفاة فما حتى الأعضاء حاجة هكا ولا لا تسجل من شكون لكن ما يلزموش يعرفوا خاصة أنه الشخص المتبرع في حياته ما يلزموش يعرف إذا كان ما يكونش من العائلة متاعه ما يلزموش يعرف الشخص المتبرع له هو يتسجل هو في السبيطار شخص هذاك معناه نقول عضو لشخص آخر خاطر نجم يتحسب عليه نجم يتحسب عليه الطبيب هذاك ولا المستشفى على أساس العضو اللي تم انتزاعه من ذلك الشخص وين مشى معنا باش نحن نتفادوا التجارة بالأعضاء لكن هذا ما يعنيش وأنه الشخص ذاك اللي خذاه ما يزموش يعرفه باش ما يجيش وقت معين ربما يطالبوا بأجر ولا يطالبوا بفلوس ولا يطالبوا بحاجة على أساس أنه هو راني يعطيتك عضو باش الشخص ذاك يبقى حي ولا ورثاء يقول لهم هاتونا قلبونا تو ولا هاتونا وهو كذلك أي بالحق معنا باش ما يصيرش فيها عملية تجارية المسألة على خاطر ممنوع التجارة بالأعضاء في كل الحالات سي ناصر الهربي شكرا لك على الإيضاحات في الموضوع هذا الموضوع بالرسمي اللي ممكن يتطرح فيه نقاط استفهام كثيرة وتطرحها على في أذهاننا ديما فنحن ديما نحاول في فقرة من حقك نشوف المواضيع يومية تهم التوانسة الكل تهم الناس الكل لكن ننظر لها من الجانب القانوني سي ناصر الهربي الأستاذ المحامي شكرا لك وشكرا على حضورك شكرا أيوب خويا نجيك تو ولا نخرج إيجي نقولك إيجي نقولك نجيك تو إيجي حاب نعاونك في حاجة لا خويا إيجي علاش نطلعوا فصل أمسح خويا هذوم شو تفرج أمسحهم من الماعش خويا نمسحهم أخدم على الروح تدلل يا خويا تعاون الوالدة في كوجينة ولا صراحة صراحة والله بكل الأسمان راني نعرف الوالدة نكلمها هاي تتفرج فيك شنو أموره هاي تتفرج فيك كان باش كيما نقولوا باش نبدأ نزين وكل شيء هذيك حكاية أخرى أنا عندي سبيشاليتي مقرونة وأومليت وعجة أنا متأكد لكون المقرونة ماهيش بالفرويد مير هذه الحاجة الوحيدة متأكد منها مستحيل فرويد مير يا ولدي مستحيل شنيا كي نطيبهم أنا ذوكم في الدار يخليهم الماكلة الكل وياكلوا الماكلة اللي طيبها يا ولدي معلم أنا عارفك معلم خويا فادي تلميذ أيوب ران تلميذ نجيب أخزر هنا شعملنا خذينا الشربة متاعنا بعد ما صمتناها كما قلنا بردناها بالماء ومن بعد حطينا شوي زبدة في المقلة متاعنا خذينا الشربة سوتناها وحطيت معها الدقلة باش تسيبك الحلاوة متاعها والسكر متاعها كيف ما نشوفه هكا توا باش نحيها من على النار ونشحرها هنا بهالشحور هذايا اللي عملته بالبرقدان عملت عصير متاع برقدان كاس عصير متاع برقدان حطيت عليهم كاس ونص سكر دونك هكا إذا نحب نعمل فيها تقرميشة نجم نزيدها لوز وغيره من الفاكهة دونك هكا فادي نظفتهم الكيسان ولا نجرتهم تكلم فيها أساسا تقول لي زيرا ونضاف الكاس حلقة هو نحب ونضافها دونك هكا هذوما يتشحروا توا باش نعبيهم في الكويسات متاعينا ونقدموها بطريقه مزيانه ان شاء الله كيف ما قلت جربوا الساده المشاهدين وتعجبهم هالوصفات نتاع اي خويا الو هاي قصه العظيمه هذه بروج زيد العظيمه مش تبع الديسير يعني هذه علاش مال هذيك باش نعملوا بها الطبق المفتحات طبق المفتحات دونك ناخذ هنا نشوف الشوربه نتاعك فاش تشحرت فيها الشحور نتاعي هذاك باش يعطيها طعمه بنينه خاصه في طعمه البرقدان هنا اللي يحب يزيد بروج ولا رونديل بروج
اللي يحب يزيد هنا الفاكهه كيف ما قلت لكم اختياري، واللي يحب يزيد بروج نتاع بروكدان في وسط الديسير نتاعنا زاد ينجم يزيد. دونك باش ناخذ شربه نزينها في الكاس نتاعي هكا. انا شحرتها وهي دافيه باش تشرب هكا الشحور اللي حاجتي بيه. تحب نعمل شوي لوز فادي ولا سايب علينا؟ خلينا في الدقيق. باهي الفاكهه. تحب فاكهه؟ ما عنديش فاكهه مانيش باش نعرف فيها. هذا من بعد طيبه في الدار ونود روحي. بالله 100 غرام لوز عايشك فيه كنت جاي. الضيف الموالي يجيب 100 غرام لوز مع بالله. دونك هكا. تعال عجبتك الحكايه. هذه غالي غالي اللوز خويا، انا غالي ب 27 دينار و 30 دينار وترى شنو حبيش ناخذ لوز خويا. نمشي انا والساده المشاهدين سبيطه سبيطه. كبنينه ومزيانه ان شاء الله. حط كاكاويه وكاو. ايه كاكاويه ما ها. هما لمحل كان فيقوا بالمنافع. الدقله في حد ذاتها بنين. فيقوا بالمنافع نتاعها تتولي اغلى من اللوز. الكاكاويه بيان سور. غدوه تلقاهم شادين الصف. لا كان هي تولي غاليه مش خلينا من المنافع. كان تولي غاليه غدوه تلقاهم شادين الصف وكلهم يكعبروا في كعبر الكاكاويه. دونك هكا ننظفوا ديما بلاصتنا. لازم البروج. انا النظافه عندي كي العطسه بعد لازمك تقول الحق والحمد لله. ديما نظف. اكيد. دونك. بعد هذه تغسلهم انت معا كل شيء. خلينا ما نطولوش على الساده المشاهدين ختام الحصه. هاي سي المعلم. دونك خلينا نعملوا التوش نتاع خونا فادي. هذه كعبات المدموجه بالشوربه. شوربه لسان عصفور. طبق حلو اول مره يكون باش تاكل طبق نتاع حلو فيه شوربه لسان عصفور. انا متاكد. لا 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 كليت مره كيما سيل محلبيه هك آي. فلسفت فيها وحدي في الدار. انت عملتها معنا اي ما لقيتش روز بدلتها. ما لقيتش روز عملت شوربه لسان عصفور. شوكر بروج عملتهم كوش برج دلاع يا خي يا خي باش يزينوا بيهم راه. اي يا خوي به تعلم شوي فيانا يهديك. شو ندخلك مدرسه نتاع الفيان. ذكرتني بسبوعي وعرفته وميدو. دونك هكا كيف ما نحبوا احنا نزينوا. احنا عملنا بالدجاج انت تنجم تعمل بالتون. لا انت فادي لاباس عليك تعمل سومون فومي. واه جادور. اه وي واه جادور. دونك ساده المشاهدين هكا ان شاء الله نكونوا وصلنا لختام حصتنا. حويجه مزيانه برشا. ناقصنا توش خفيفه للديسير باش هكي الالوان راهي العين تاكل قبل كل شيء. دونك هكا نجم نزيد مع توبينغ ولا دقله سلوك. نجم نحطوا شويه توبينغ فريز في الاخر يعطينا طعمه الفراوله. بنينه زاده مع الدقله. هكا هذه هي المدموجه حارت. كملوا زينوها احنا كيف ما نحبوا. انا زينت بالفريز انتم اختاروا باش تحبوا تزينوا. المهم حويجه مزيانه من بعد ما يبقوش ينبر علينا يقولوا خرجنا على الشيف ايوب وهو عمل هكا. باه هاي سيدي بسم الله. بسم الله وصلنا للختام. الساده المشاهدين يا رب ان شاء الله نكون قدمت لكم حويجه تنال رضاكم خاصه انتم عزيز عليا برشا. برشا نلقاهم في الشارع يسلموا علينا بالقدا. هالايامات مشينا للرقاب بالله تحيه لاهالي الرقاب راحوا فرحوا بينا فرحه لا توصف. مشينا في اطار الاحتفال مئويه تاسيس قريه الرقاب مدينه الرقاب ولات مدينه معتمديه تو. القرية هذه تزخر بموروث ثقافي وحضاري كبير برشا خاصة في المطبخ بتاعها. بما اني مشيت كوم شيف دي كوزين مع لاتباك جمعية مهنية فن الطبخ الجمعية التونسية المهنية فن الطبخ. مشى معنا مجموعة من الشيف الكل تحية لهم وتكبدوا عنا سفر للرقاب. فرحوا بينا الأهالي غادي وكان مهرجان ناجح برشا. تحية لخونا إدريس اللي فرح بينا زاد. الشيف إدريس هو اللي كان منظم هالمهرجان بامكانياته الخاصه. تحيه ليه. بالضبط بامكانياته الخاصه بمحبه وكان تشوف كرم الضيافه عندهم. تحيه ليهم الكل. احنا كيف كيف المطبخ التونسي نحاولوا ديما نخليه حي ونقدموا ديما حاجات من الموروث نتاعنا اللي في المطبخ خاصه. شربه لسان عصفور ما تجيش كان شربه كاو. نجم نوظفوها في اطباق نتاع ديسير وعندها عده استعمالات اخرى ان شاء الله نشوفوها مع بعضنا. مع هذايا في عوض بنادق باللحم عملت بنادق بكعاب الدجاج وسوتيتهم مع شويه خضره جاو بنان برشا.
قرميشه بورقه الملصوقه اللي ما تجيش كان بريك بركه زاد تجي حاجات اخرى معاهم. هما عملنا اونتري ولا طبق هذه بتاع مفتحات عملناه بالخبز بتاع البانيني اللي هو شطر طياب، قعورناه كيما الكاس حطيناه يطيب في الكوشه، بعدها خرجناه حطينا في وسطه مجموعه من الخضر كيما سلايطه حطينا معاهم، انا حطيت شويه دجاج مشوي، انتما نجموا تحطوا كيما قلت تون كيما اللي تحب، جامبون الحم اللي تحب عليه انت، تفوح به هال الكويسات هذوما اللي بالخبز بتاع البانيني. من عندي انا نقول لكم صحة وشفاء، الى اللقاء ان شاء الله في موعد قادم على قناة زيتونة في برنامج نهارنا. شكرا لك ايوب، شفت راتيك الصحة سي ناصر، راتيك الصحة ليك بكل، شكرا لكم زينو ميرسي بيان على ديكول مزيان. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا، تقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين الجاي، حياتكم بشيشوها مرة، خليوا فيها سعادة عادة وعيشوا حياتكم احلى مرة. باي باي.